أهلا وسهلا بكم لنتابع دراسة تمثيل الأداة كجزء من أساسيات البرمجة والإعلاميات. في هذا الدرس سنتعرف على الطريقة الأكثر استعمالا لتمثيل الأداة السالبة أو الأداة بإشارة بصفة عامة في النظام الثنائي. هذه الطريقة تسمى بالمتمم الثنائي أو المكمل الثنائي، بالإنجليزية tools complement وبالفرنسية تسمى بcomplément de. إذن بعد نهاية هذا الدرس يمكنكم التأكد من معارفكم وهل فهمتم الطريقة بشكل جيد اعتمادا على الأسئلة التي أطرح في المجمع، تكون دائما أسفل الدرس ورابط الدرس يكون في وصف الفيديو على اليوتيوب في حال كنت تشاهد الدرس على يوتيوب. إذن لدينا في هذا الدرس المتمم الثنائي، سأكتب هناك عنوان للدرس، لدينا المتمم الثنائي، وأول شيء سنقوم به هو أننا سنعطي المعطيات التي نحتاج لتمثيل عدد في النظام الثنائي بهذه الطريقة. نحتاج إلى الطريقة المتمم الثنائي، نحتاج إلى نوع العدد بما أننا نتعامل مع أعداد سالبة فسيكون لنا هنا أعداد بإشارة، ونحتاج إلى الحجم وسنأخذ مثالين. في المثال الأول سنأخذ حجم يساوي 8 بت، أن إذن يساوي 8، وسنحتاج إلى عدد سنقوم بالتعامل معه هو العدد ناقص 10 في المثال الأول، ونريد أن نحوله إلى النظام الثنائي بهذه الطريقة أو بهذه المعطيات جميعها. بالنسبة للمتمم الثنائي فهو يعتمد على خطوتين، الخطوة الأولى أن نمثل العدد في المتمم الأحادي وبعد ذلك نضيف إلى النتيجة 1. من تابع معنا الدرس السابق، درس مشاكل أو تمارين ومشاكل المتمم الأحادي، يمكن أن يكون له فكرة عن لما نضيف ذاك الواحد، لكن الآن دعونا نتبع الخطوات التي يجب اتباعها لتمثيل الأعداد من النظام أو تحويل الأعداد من النظام العشري إلى النظام الثنائي بطريقة المتمم الثنائي. إذا لدينا العدد ناقص 10، أول خطوة يجب أن نقوم بها هي تمثيل العدد في النظام أو في النظام الثنائي بطريقة المتمم الأحادي. المتمم الأحادي تعتمد بنفسها على خطوتين، أولا يجب أن أمثل القيمة المطلقة للعدد، إذن يجب أن أمثل 10 في النظام الثنائي بالحجم المعطى لي. لو قمت بتحويل 10 إلى النظام الثنائي فسأجد أنها تساوي 1 0 1 0 في النظام الثنائي، 2 زائد 8، لكن لدي هنا حجم N يساوي 8 ولدي 4، أي أني أكمل بأربعة أصفار. إذن هذا هو تمثيل العدد 10 بـ8 بت. الخطوة الثانية التي تدخل ضمن المتمم الأحادي هي أن أقوم بتمثيل المتمم الأحادي، والطريقة هي أن أقوم بعكس جميع البيتات، أي أن مكان الصفر أضع 1 ومكان الواحد أضع 0 فأحصل على النتيجة التالية. إذن مكان الصفر 1 ومكان الواحد 0، والخطوة الثالثة هي أني أقوم بإضافة زائد، عملية زائد إضافة 1، أقوم بعملية الجمع إذن 1 زائد 1 هي الصفر وأحتفظ بواحد، 1 زائد 0 1 زائد 0 هنا دي أصفار إذن هي 1، وهنا يمكن أن أكتب العدد المتبقي أو ما تبقي منه مباشرة لأن هنا لدي أصفار، إذن 1 0 وهنا 4 1، إذن فتكون النتيجة النهائية هي أن العدد ناقص 10، العدد ناقص 10 في النظام العشري يساوي هذا العدد 1 1 1 1 0 1 1 0 في النظام الثنائي بطريقة المتمم الثنائي بحجم N يساوي 8 بت. إذن بالتفصيل لدينا 3 خطوات، نمثل القيمة المطلقة، نقوم بتحديد المتمم الأحادي ونضيف له 1، لكن لو اعتبرنا الخطوتين الأولتين هما تحديد المتمم الأحادي فلدينا
أصلا خطوتين. هناك تقنية تمكن من اختصار هذه الخطوات في خطوتين بسيطتين فقط. هذه التقنية تعتمد على التالي: أولا نقوم بتمثيل القيمة المطلقة للعدد. نحن الآن نريد أن نمثل ناقص 10، لكن أول شيء نقوم به هو تمثيل 10. إذا 10 سأكتبها هنا. إذا لدينا 10 في النظام العشري، وهنا قمت بتحويلها. إذا هي 0 0 0 0 1 0 1 0 في النظام الثنائي. والتقنية تعتمد على التالي: لكي أمثل ناقص 10 هي الهدف الذي نريد أن نصل له. إذا التقنية تعتمد على التالي: تعتمد على أن أقوم بكتابة العدد كما هو انطلاقا من اليمين في هذا الاتجاه. أقوم بكتابة العدد كما هو إلى أن أصل إلى أول واحد أقوم بكتابته، وما بعده أقوم بعكسه، أي مكان الصفر أضع واحد ومكان الواحد أضع صفر. إذا لنطبقها. إذا أقوم بكتابة العدد كما هو إلى أن أصل إلى أول واحد. هنا لدي الصفر، أقوم بكتابته. وصلت إلى أول واحد، أقوم بكتابته، وما بعده أقوم بعكسه. إذا مكان الصفر أكتب واحد، ومكان الواحد أكتب صفر، وهنا مكان الأربعة أصفار سأكتب أربعة واحد. فنلاحظ أنه فعلا نحصل على نفس النتيجة التي اتبعنا أو التي وصلنا إليها باتباع الخطوات الرسمية. إذا هذه التقنية فقط يمكن الاعتماد عليها لاختصار الوقت لتمثيل عدد أو تحويل عدد من النظام العشري إلى النظام الثنائي بطريقة المتمم الثنائي. كي نفهم الطريقة أكثر سأخذ مثال آخر، لكن الآن بحجم أن يساوي 4 فقط، وسأخذ المثال بسرعة. أن يساوي 4 وسأخذ العدد ناقص 5 في النظام العشري، أريد أن أحوله إلى النظام الثنائي. أول شيء كما قلت أقوم به هو تحويل العدد أو القيمة المطلقة، أقوم بتمثيلها بأن يساوي 4. 5 هي 1 0 1 بأربعة بت، هي 0 1 0 1 في النظام الثنائي. الخطوة الثانية، هذه الخطوة الأولى، الخطوة الثانية هي أن يقوم بعكس جميع البيتات لأحصل على المتمم الأحادي، فأحصل على 1 0 1 0. والخطوة الثالثة هي أني أقوم بإضافة 1 فأحصل على التمثيل النهائي الذي سيكون 1 1 0 1 في النظام الثنائي. فتكون النتيجة النهائية هي ناقص 5 في النظام العشري يساوي 1 0 1 1 في النظام الثنائي بطريقة المتمم الثنائي بحجم أن يساوي 4. لو اعتمدت التقنية التي قدمت هي أني أقوم بتمثيل 5 أولا، هي 0 أوبس هي 0 0 1 0 1 في النظام الثنائي. والتقنية تعتمد على أن أقوم بكتابة، إذا الآن أريد كتابة أو تمثيل ناقص 5، أنطلق من اليمين وأقوم بكتابة العدد كما هو إلى أن أصل إلى أول واحد. هنا لدي أول واحد هو أول بت، أقوم بكتابته كما هو، وما بعده أقوم بعكسه، مكان الصفر واحد ومكان الواحد صفر ومكان الواحد مكان الواحد صفر ومكان الصفر واحد. ففعلا أحصل على نفس النتيجة. إذا كان هذا هو الدرس الخاص بالمتمم الأحادي. في هذا الدرس اكتفينا بطريقة التحويل أو تحويل عدد من النظام العشري إلى النظام الثنائي بهذه الطريقة. وفي الدرس المقبل سنرى طريقة التحويل في الاتجاه المعاكس، كي لا نطيل في هذا الدرس، ولأن تلك الطريقة أو طريقة التحويل بها أيضا ما يجب أن يفصل، لذلك ستكون في درس منفصل. إذن كما قلت، الأسئلة المصاحبة لهذا الدرس كي تتمكنوا من تدرب يمكنكم الاستعانة بها من المجمع أسفل الدرس والرابط في الفيديو على اليوتيوب. إذن نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله. إلى اللقاء.